اس ان بلس جي ايش تعني؟ اكيد ما حد راح يعرف ايش تعني، ولا انا راح اقول لكم ايش تعني الى ان لما اخلص العرض ان شاء الله تعرفون ايش راح تعني. نبدي بمكاننا هنا بهذا المؤتمر بهذه القاعه. معظم الحضور اكو منهم حاليا دا يسوي تشيكن ودا يقول اني حاضر في مؤتمر تيدكس بغداد، ودا يدون هذه المعلومه الكترونيا باحد بيئات السوشيال نتورك الموجوده. بنفس الوقت بمكان ثاني، مكان ثاني دا يصير هواي احداث مختلفه عن هذا الحدث، دا تدون الكترونيا ودا تدخل هذه البيئه. وين رحت؟ شنو اكلت؟ نجحت؟ رسبت؟ يمكن رسبت ما حد راح يكتبها. هذا الشيء يعني؟ يعني ان هوايه معلومات تجي لهذه البيئه، هوايه معلومات ممكن تكون مفيده لبعض الناس، ممكن تكون مفيده لكل الناس مو بس بعض. هذه المعلومات في تزايد، منها المفيد. على سبيل المثال حصل زلزال في كوستاريكا، هذا الزلزال تأثيره الفيزيائي وصل إلى مدينة مناغوا بفترة 60 ثانية. لما حصل هذا الزلزال شخص حس بهذا تأثير الزلزال، دون هذه المعلومة بأحد بيئات السوشيال نتورك وقال صار زلزال. الفترة اللي استغرقها حتى يدون هذه المعلومة استغرقت من عنده 30 ثانية. المفارقة وين؟ المفارقة أنه التأثير الفيزيائي وصل إلى منطقة محدودة من العالم بفترة 60 ثانية، بينما هذا الشخص وصل هذا التأثير لكل العالم فترة 30 ثانية عن بيئة السوشيال نتورك. هذا الشيء يعني أنه هواية معلومات ممكن تكون مفيدة داخل هذه البيئة. هذه معلومات في تزايد. على سبيل المثال دراسة قامت بها انتل تقول انه اكو على سبيل المثال اكثر من 100,000 مدونة في كل دقيقة داخل بيئة التويتر، واكثر من 3,000 صورة تتحمل للفليكر. هذه المعلومات اللي تجي خلتني افكر كيف ممكن اخذ المعلومة المفيدة من هذه البيئة. ظلت ببالي هذه الفكرة. اللي يميز هذه اللي يميز هذه البيئه بيئه السوشيال نتورك انه بهذه اخر فتره اللي تمشي بيها لا تصير حاليا، انه هذه البيئه تتحول الى بيئه متحركه. المعلومه اللي دا يقدمها اليوزر هي معلومه متحركه ويا اليوزر. حسب احصائيه سوتها إديسون ريسيرش تقول انه اكثر من 61% من المستخدمين هم مستخدمين متحركين لبيئه السوشيال نتورك. بقى التفكير في بالي انه اكو هوايه معلومات متحركه بهذه البيئه، كيف اني اريد اخذ من عندها المفيد؟ نخلي هذا على صفحه ونرجع لهذه القاعه. كثير منا دا يعاني من الاختناقات المروريه اللي تصير ببلدنا، وكثير منا عانى حتى يوصل لهذا المؤتمر. قد يكون البعض ما قدر اصلا يوصل لهذا المكان. أنا من الناس، هذا بيتي النقطة الزرقاء والإكس تمثل مكان كل سيطرة موجودة حول منطقتي. كل سيطرة ما نعرف ممكن بأي لحظة تسوي اختناق مروري أو تسوي أو ممكن تغلق الطريق نهائيا. هذه هي الجي. مسكت هذه الفكرة، الاختناقات المرورية تصير، ومسكت التفاعلية اللي تصير بهذه بيئة السوشيال نتورك، دمجتهم، وهذه هي البلس. النتيجة كانت شنو؟ هي تطبيق على الموبايل يتيح إلى توفير بيئة تفاعلية بين المستخدمين، وأيضا في نفس الوقت يوفرهم معلومات عن الطرق حتى يوصلون للمكان اللي يريدوه بأسرع وقت ممكن. أنا على سبيل المثال لما جيت اليوم الصبح هذا الابلكيشن سجل بشكل آلي، لما مريت من شارع السعدون ساعة 6:47 دقيقة و 20 ثانية، طبعا جيت موقت حتى حضر، سجل انه هذا الطريق مفتوح بذيك الدقيقة بذيك اللحظة.
فلو طبقنا هذا التطبيق على كل شخص جاي لهذا المؤتمر راح يخلينا نستفاد من كل شخص اللي يجي هنا المسار اللي قضاه حتى يصل لهذا المكان، يقدر يعرفنا انه الطريق اللي مر به مغلوق مفتوح به اختناق مروري لو لا، مثل ما انا سويت وعرفت انه على سبيل المثال شارع السعدون كان مفتوح بهذه الدقيقه بهاي الثانيه. البيئه شلون صارت؟ البيئه صارت تفاعليه حتى خلي اليوزرز ينضمون هذه البيئه. اغلب السوشيال نتورك الموجوده هي عباره عن تكست وجرافيكس، ما بيها تفاعليه مثل ما انا قدمته بهذا الابلكيشن. البيئه راح تكون هي بيئه على خريطه. انا ممكن لما انضم لهذه السوشيال نتورك راح اقدر اشوف اصدقائي اهلي لحظه بلحظه وين هم وين يروحون ايش يسوون، طبعا مع اخذ النظر الاعتبار انه كل طرف له الخصوصيه. انا اقدر ما اسمح الشخص الفلاني يعرف وين اني، وبنفس الوقت اقدر اخلي الشخص الفلاني يعرف وين اني، مثلا اني ابويا يضل باله علي وين اروح فيريد يعرف اني وين اروح خلال الفعاليات اليوميه. فهذا التطبيق راح يوفر له انه يتبعني لحظه بلحظه. هذه هي اس ان اللي هي السوشيال نتورك اللي صارت. دمج هذول الفكرتين حل مشكلة الاختناقات المرورية وتوفير بيئة تفاعلية بنفس النظام. هذا النظام وفر خدمة للمواطن انه يوصل للمكان اللي يريده بأسرع وقت ممكن، ويعرف انه لو الطريق اللي يريده مفتوح مغلوق وهو قاعد في بيته. وهذه هي SN plus J اللي هي Social Network plus Traffic Jam، وهسه صرتم تعرفوها. شكرا جزيلا.